السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الأعزاء، طلاب كتاب لايف بري انترميديت، النهاردة ناخد يونت 8، ناخد الجرامر في يونت 8. نشوف أول حاجة عندي هنا زيرو أند فيرست كونديشن، الحالة الصفرية والحالة الأولى من اف. نشوف كده أول حاجة، قال لي زيرو كونديشن، الحالة الصفرية طبعا بتعبر عن حقائق، هي حقائق علمية، زي مثلا إن إحنا نقول ذا ووتر بويلز، تمام. If the water boils, it evaporates. لو المية هتغلي راح يحصل لها نوع من ايه؟ من التبخر. تويتر and Facebook are great if you have problem. قال لي تويتر وفيسبوك كويسين لو انت عندك مشكلة. يبقى الحالة الصفرية دي عبارة عن if present simple مضارع بسيط، والجملة الثانية برضو تبقى ايه؟ في present simple المضارع البسيط. يبقى انا عندي هنا if present simple، تمام، وهنا ايه؟ present simple. If anything interesting happens، لو اي شيء شيق راح يحدث، تمام. هنا الفيرب happens في present simple. Explorers blog about it before breakfast، المدونين بيكتبوا عنه. يبقى انا هنا الفعل blog، تمام، برضه في present ايه؟ present simple. يبقى القاعده بتاعت اف الحاله الصفريه بتقول لي اف present simple present ايه؟ present simple. يبقى هنا نكتب كده مع بعض اف بلس present simple F زائد إيه؟ مضارع بسيط، كوما present simple، برضه مضارع إيه؟ مضارع بسيط. طب لو جاب لي F هنا في النص كده يبقى مش محتاج إن أنا أحط كوما. F أدي present simple، هنا إيه؟ present simple. لو جابها لي في الأول فأنا بحطه في النص إيه؟ كوما زي ما إحنا قلنا، تمام؟ طيب، هنا بالنسبة للفيرست كونديشنال، الحالة الشرطية الأولى من F، قال لي if the weather stays the same، لو الطقس قاعد زي ما هو، everything will go well، كل شيء راح يكون كويس، تمام، او حيكون بخير. الحاله الشرطيه الاولى بتقول لي عباره عن اف، طبعا الحاله الشرطيه الاولى بتعبر عن الاحتماليه، الحاله الصفريه دي بتعبر عن الحقائق، هي الحقائق العلميه. اف بلس بريزنت سيمبل، اف زائد مضارع بسيط، هنا جواب الشرط بيبقى عباره عن السبجكت الفاعل زائد كلمه ويل زائد الفعل في الانفينيتيف، الفيرب في الانفينيتيف او الفعل في المصدر او مجرد، تمام. على سبيل المثال هنا بقول لك if the weather stays the same، لو الطقس قاعد زي ما هو، الفعل stays هنا في present simple، everything will go، will والفعل ايه؟ will والفعل في المصدر، تمام. طيب هنا بالنسبه it won't kill you، هي لن تقتلك if you touch one، لو انت لمست واحده. قاعد عندي هنا if وهنا present simple وهنا will not، والفعل ايه؟ والفعل في المصدر، تمام. يبقى زي ما احنا قلنا كده ايه بالظبط. بالنسبه للزيرو كونديشنال، الحاله الصفريه الاولى عباره عن اف بريزنت سيمبل، اف ومضارع بسيط، ونعمل كوما كده ونقول برضو الجمله الثانيه راح تكون فين؟ في البريزنت سيمبل في المضارع البسيط، وناخد جمله عليها كده نقول هنا ايه؟ اف يو بوت ووتر in the freezer، the freezer لو انت حطيت ايه؟ معظم لا 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 يبقى if you put water in the freezer، لو انت حطيت الميه في التلاجة في الفريزر، it turns into ice، it turns into ice، يبقى راح تتحول الى ايه؟ الى ثلج. يبقى هنا انا عندي هنا الفيرب بوت، فعل بوت، وهنا turns into يتحول الى، تمام. ده بالنسبه للزيرو كونديشنال. طيب بالنسبه للحاله الشرطيه الاولى اللي هي بتقولنا بتعبر عن البوسيبيليتي، اللي هي الاحتماليه، زي ما احنا قلنا هنا اف في البدايه، وبعد كده present سيمبل اللي هو المضارع البسيط، وقال لي هنا بعد الكوما ايه؟ راح يكون السبجكت الفاعل زائد كلمه ويل او ويل نوت، والنفي بتاع كلمه ويل نوت في الاختصار يبقى وونت، بلس ايه؟ بلس الفيرب في الانفينيتيف فورم، الفعل في صيغه المصدر، يبقى اف مضارع بسيط، ويل او ويل نوت زائد الفعل ايه؟ زائد الفعل في المصدر، ونعبر بها عن الاحتماليه. اقول لك اف يو ستادي هارد، لو انت ذاكرت بجد، اف يو ستادي هارد يو ويل pass the test، the test، لو انت ذاكرت بجد راح تجتاز الاختبار. يبقى هنا ادي present simple وهنا will والفعل ايه؟ والفعل في المصدر.
دي كده اللي هي القاعدة بتاعت اف، الحالة الصفرية والحالة ايه والحالة الأولى. طيب هنا قال لي اكسرسايز نمبر 6، لوك ات ذا جرامر بوكس، بص للقواعد اند كومبليت ذيس سنتنس، وكمل ايه، كمل الجمل دي. تمام، قال لي وي يوز كونديشنال سنتنس توك اباوت ثينجز ذات ار جنرالي ترو، احنا بنستخدم الزيرو عشان نتكلم عن الاشياء اللي هي في المجمل حقيقيه. وي يوز فيرست كونديشنال، بنستخدم الحاله الاولى تو توك اباوت بوسيبل فيوتشر سيتويشن، عشان نتكلم عن مواقف مستقبليه محتمله. ان زيرو كونديشنال سنتنس، قال لي في العباره الصفريه او في الجمله الشرطيه الصفريه، وي يوز اف بلس بريزنت سمبل، بريزنت سمبل زي ما احنا قلنا في الجمله الصفريه بنستخدم اف مضارع بسيط، مضارع بسيط. تمام، اور بريزنت سمبل اف بريزنت سمبل، لو جبنا اف في النص يبقى هيبقى بريزنت سمبل في الاول، بعد كده اف، وبعد كده بريزنت ايه سمبل. طيب ان فيرست كونديشنال، قال لي في الحاله الشرطيه الاولى وي يوز اف بلس بريزنت سمبل بلس ويل. تمام، بنستخدم ويل والفعل ايه في المصدر. تمام، او بنستخدم ويل والفعل في المصدر بلس اف بلس بريزنت سمبل، ولو جبنا اف في النص يبقى ويل والفعل في المصدر زائد اف زائد المضارع البسيط البريزنت ايه البريزنت سمبل. اف كان كم ات ذا بيجيننج، قال لي كلمه اف ممكن ان هي تيجي في البدايه اوف ذا سنتنس اور ان ذا ميدل، او حتى في المنتصف. اف اتس ات ذا بيجيننج، لو هي في البدايه وي يوز كوما، احنا بنستخدم كوما. طبعا هنا دونت يوز لا نستخدم، يبقى انا هاخد بس كلمه ايه يوز. لو استخدمنا كلمه اف في البيجيننج، تمام، بنستخدم ايه، بنستخدم وي يوز كوما، ولا وي دونت يوز كوما ان ذا ميدل، يبقى وي يوز كوما ان ذا ميدل، بنستخدم الكوما في المنتصف او الفصل ايه، الفصله في المنتصف دي اللي هي ايه، دي اللي هي الكوما. تمام، طيب نشوف كده مع بعض برضو الجرامر الثاني. هنا في الجرامر ده بيتكلم لي عن الريلاتيف كلوزز. تمام، ضمائر الوصل عندي هو معناها الذي او الذي، الذي او التي للعاقل، وعندي كلمه ويتش الذي او التي لغير ايه، لغير العاقل. يبقى انا عندي اول حاجه كلمه هو معناها بمعنى ايه، الذي او التي للعاقل، بستخدمها لمين، للعاقل. وعندي هنا كلمه ويتش بمعنى الذي او التي بس لغير ايه، لغير العاقل. طيب الثالثة اللي هي كلمة وير معناها الذي أو التي للمكان، يبقى هو للعاقل which لغير العاقل، وكلمة وير للمكان، هو عاقل which غير عاقل، وير الذي أو التي لإيه، للمكان. قال لي هنا بالنسبة لي أول كلمتين اللي هي كلمة هو which، قال لي ممكن أحذف أي واحدة منهم أحط مكانها كلمة ذات. تمام، يعني أستبدلها بإيه، بذات. انما كلمه وير لا، ما ينفعش ان احنا نستبدلها بايه، بذات. شوف هنا ركز معايا، قال لك زير ذا ساينتست، يوجد عالم، ساينتست عالم، يبقى ده عاقل، يبقى هنا هناخد مين، هو. طيب جوشوا سيلفر هاز انفنتد جلاسز، جوشوا اخترع النظارات، النظارات غير عاقل، يبقى هنا هنقول ايه، ويتش. تمام، زي ليف ان بليسز، هم عايشين في اماكن. تمام، الاماكن راح ناخد لها ضمير الوصل اللي هو كلمه ايه، كلمه وير. وزي ما احنا قلنا الملحوظه اللي هو مديهانا، طبعا احنا ممكن نستخدم كلمه ذات instead of هو or which، بنستخدمها مكان كلمه هو او كلمه which but not where، ولكن مش مكان كلمه ايه، مش مكان كلمه where. شوف كده معايا، قال لي for people للناس بنستخدم هو، for things الاشياء which، to talk about what exists or happens in place، عشان نتكلم عن المكان هنا بنقول ايه، وير. يبقى هنا for people who، for things which، و for a place بنستخدم وير.